كل شيء كيقول لي الله يرحمه الله يرحمه بغينا نجيو، ولكن مع التدابير الاحترازيه ما يمكنش الناس يجيو. حنا احترمنا التدابير الاحترازيه الحمد لله. انسان اللي فنى حياته ومن بعد فاز السهله مشى جلس في داره، منين بدا من صغره وهو كيناضل الى اخر رمق، والله يرحمه مسكين ويوسع عليه.